ممكن بنعملها محشيه كده او تكون فاضيه ونفتحها ونحط فيها لانشون وزيتون وشيدر وبتتقدم في المناسبات. وصفه النهارده هتوفر عليكي تفكير كتير قوي لانها بتنفع في المدارس والمناسبات. وصفه النهارده هنعملها بكل سهوله، يلا نشوف هنعملها ازاي. هنحط كل المقادير بتاعتنا في العجان، دول 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات و3 معالق لبن بودره، 3 معالق كبار، ولو ما عندناش مفيش مشكله، بس بدل ما هنعجن بميه هنعجن بلبن. وهنحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة بيكنج باودر وربع كوباية من الزبدة درجة حرارة الغرفة وبيضة، وبرضه يستحسن ما تكونش من التلاجة. وهنحط عليها شوية خل عشان الزفارة بتاعت البيت تروح، ونشغل العجان ونحط المية بالتدريج لان مش هناخد طبعا برضو ايه الكمية كلها. هنشغل بالراحة ونحط المية بالتدريج. ايوة هو ده القوام اللي احنا عايزينه. لازم نفضل مشغلين العجان لغايه ما القوام بتاع العجينه يبقى ناعم كده زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت ما بيلزقش، يعني ولا هي ناشفه ولا هي طريه قوي لدرجه ان هي تلزق في الايد، شايفين؟ بس كده هنلمها كوره ونحطها في بوله وندهنها طبعا زيت ونغطيها بستريتش ونسيبها تخمر. عملناها كوره زي ما انتم شايفين، هنحط بقى شويه زيت قليلين قوي، ندعك ايدينا كده بيه ونمسكها نغلفها كلها بالزيت عشان لما تتخمر وتضاعف حجمها ما تلزقش مننا في الطبق، وسهل نطلعها من غير ما تلزق في الطبق. هنغطيها بستريتش ونسيبها تخمر وارجع لكم تاني. وهنا العجينه بتاعتنا خلاص خمرت، هنشكلها بقى كور صغير. هنجيب صاج وندهنه شويه زيت مش كتير، هنحاول بقى ناخد حته من العجينه حتت صغيره كده، نحاول كله يبقى قد بعض. دول اللي هنعملهم ساده، هنعمل كمان هوريكم حبه كمان هنحشيهم. طبعا لو عايزين محشي هنعمله باي حشوه احنا عايزينها، ممكن جبنه، ممكن سوسيس، ممكن بقيه فراخ عندنا كانت، ممكن بقيه كفته برضو من الغدا. نحاول كله يبقى قد بعضه. انا دلوقتي بعمل الساده، بصوا لازم نقفلها كده كويس جدا عشان لما تخش الفرن شكلها ما يتغيرش. ده سادة اللي هنفتحه بعد كده ونحشيه اي حاجة، جبن، لانشون، زيتون، براحتنا. ممكن برضو نحشي واحنا بنشتغله، هوريكم دلوقتي، ممكن بقيت فراخ من الغدا مثلا، ممكن لحمة مفرومة متعصاجة كانت عندنا، ممكن بقيت كفتة من الغدا برضو، كل ده ينفع للاولاد في اللانش بوكس بتاعهم. انا كده عملت دول سادة، بصوا بقى اللي هنحشيها تبقى جاهزة على طول. هنعملها كده، نفردها على ايدينا، نحط فيها حته جبنه. بصوا دي جبنه ساده، بس احنا ممكن نعمل برضو خلطات، يعني ممكن نضيف فلفل للجبنه، ممكن نضيف بابريكا، ممكن نضيف بصل. في طريقه برضو جبنه بالبصل حلوه قوي هبقى اوريها لكم. نقفلها كويس قوي كده من تحت ونحطها، نعمل كوره ونبططها وناخد حته جبنه ونقفل عليها الكورة كده. دلوقتي خلصنا الكمية، جزء سبناه من غير حشوة وجزء حشيناه، هنسيبهم يتخمروا وارجع لكم تاني. وهنا الميني كايزر شايفين خمر ازاي، بقى شكله حلو قوي قوي. هندهنه بشوية لبن مع معلقة زبدة صغيرة كده، عشان البيض صراحة هو بيدي شكل حلو قوي، بس يعني في اغلب الوقت بيقلب بزفارة، فده بقى بيخلينا نتجنب خالص حتة الزفارة دي. هنحط بقى شوية سمسم على الوش وممكن لو عايزين برضو نسيب حبة فاضيين خالص، كل واحد ايه حسب هو بيحب ايه. هندخلهم فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لغاية ما وشها يحمر. وكده خلصت وصفتي، خرجت من الفرن، شوفوا طرية ازاي.
ممكن بنعملها محشيه كده او تكون فاضيه ونفتحها ونحط فيها لانشون وزيتون وشيدر وبتتقدم في المناسبات. والف هنا وشفا عليكم، واستنوني في وصفه جديده. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.